قال الرسول ما كتب حجبات صلى الله عليه وسلم لان الرسول كان امي ما بيكتب ولا شنو شو المجرم ده قال لانه كان ما بيكتب ولا بقرأ عشان كذي ما كتب حجبات واستدل بدليل ضده اصله اي صاحب بدعه يجيب لك دليل ركز في الدليل ده لو في الموضوع الدليل جابه بتلقى الدليل ضده تماما اي صاحب ضلال وبدع شرك وغيره قال الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الحديبيه قال لي علي بن ابي طالب يعني دلني على مكان رسول الله حتى امحوها قال لي امحو رسول الله لان الكفار والمشركون قالوا له امحى رسول الله لو علمنا انك رسول الله ما قاتلناك قال ده دليل عن الرسول ما بكتب ولا بيقرا انه قال لي علي بن ابي طالب وريني محلها وين عشان امسحها وامسحها وكذا عشان كذا ما كذب حجبات طيب ده ما دليل عليك اذا علي بن ابي طالب بيكتب للرسول عليه الصلاه والسلام انت ايوه ما كان شنو؟ كان يكتب الاحجاب لي ليه الرسول لبس درع في المعركه؟ تقيل الدرع ولا الحجاب؟ تقيل يا مش تقيل الدرع وما خير بين امرين الا اختار شنو؟ ما كان يكتب حجاب بس ونزل على القران ما كان يكتب حجاب يا ناس يا كذب يا والله الذي لا اله غيره نسال الله العافيه الرسول ما كتب حجاب ما عشان ما بيكتب لو كان دي العله بس المانع كان قال لي واحد من الصحابه شنو اكتب اكتب لكن ما كتب حجاب لانه الحجاب ضد الدين لانه قال من علق تميمه فقد اشرك انتهى الموضوع يا ناس ما في حجبات في الدين ولا الإمام أحمد حجبات ولا ابن تيمية كذب قال تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا شنو إلا هو عقرب رشاش بندقية سكين أي شيء شردة ما يدفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله يا أخي شوف في سورة الرعد القرآن ده واضح كيف قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من